المسلم غير الحاج الله أعطاه فرص. ترى يا شيخ ديننا مليء بالطاعات، سواء أنت حاج، سواء أنت وراء المحيطات أو دونها أو فوقها، تراك أنت في عمل وفي طاعة، لأن عندك فرص من الخيرات ما استطعت تحج. أنا مع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في فتوى من حج مرة أو مرات فليفسح المجال لإخوانه، يا أخي بدل الحجة خذ بدل حجتك هذا الفلوس التي سوف تدفعها أعطى فقراء ومساكين أحسن يا أخي، أو يحج بها أحد آخر، أو كفل بها أيتام، أو اطعم بها جائعين، هذا أفضل. وهذا فتوى سماحة الشيخ علشان تفسح المجال للملايين المليان مليارات، نحن مليار وستمائة ألف في العالم يريدون يحجون، افسح المجال لهم. أمر آخر، أنت لست حاج يوم عرفة، صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم في الصحيح من حج يوم عرفة غفر له السنة الماضية والقادمة، يعني سنتين، يوم تسعة، يعني أنت ماك بحاج، الحاج ما يصوم يوم عرفة، لكن غير الحاج يا أخي صوم يوم عرفة. وأنا بعطيك زيادة وقد فعلها كثير من الصالحون، وأنا رأيتهم في المساجد وهنا في الرياض وفي غيرها، ذاك اليوم اجعله طاعة يوم عرفة، يوم تسعة صلي الفجر مع الجماعة، ثم ابقى في مكانك حتى ترتفع الشمس وصل ركعتين أو أكثر. هذا في ورد في حديث صحيح الألباني، من صلى الفجر ومكث في مصلى يدعو الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين عدت لو حجة عمرة تامة تامة تامة. يا أخي أبواب الخير كثيرة، ذاك اليوم لا تكلم بسوء، صم. ناس صام بطنك عن الطعام، صم عن الغيبة والنميمة، اتصل بوالدتك افرحها ذاك اليوم، ارسل لها هدية بوالدك، أدخل السرور على أهلك، افطر مع العائلة وأنت حتى غير حاج. هذه لأن ديننا يا شيخ أصلا كله عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإسلام حتى التبسم عبادة، تبسم في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ليس كل شيء حج حج. يا أخي في فقراء، في مساكين، في أيتام. أنا أرى أن الخمسة الآلاف هذه بعضهم ترى يحج بعشرين ألف ثلاثين ألف وأكثر، يا أخي خذ خمسة آلاف أو العشر آلاف اللي تحج بها كل يوم، تحج كل سنة تحج، يا أخي افسح المجال للمسلمين، خذ هذه العشرة الآلاف وزع على فقراء ومساكين، أدخل عليهم أرزاق يا أخي تكفيهم فترة، ويكتب ويدعون لك وهم يبكون، يعني أطعم البطون الجائعة واكس الأبدان العارية ولا تزاحم دائما. فأبواب الخير كثيرة، نحتاج إلى فكر ومعرفة لطبيعة ديننا العظيم والذي هو دين الحياة. في مسألة رسائل الحج وصور الحج شيء فوق الوصف، نحن منذ أن نحرم جميعا الحجاج بغض النظر عن المناصب والألوان والأموال واللغات والأعراق، كلنا لباسنا أبيض، قال يذكرك بالكفن أنك راحل إلى الله، ويذكرك بالمساواة، ما في أحد يلبس في لباس فاخر، البسيط والملك والرئيس والوزير والأمير والغني والفقير كلهم لباس واحد. الثاني يقول لك كما لبست الأبيض تجرد، جرد قلبك من كل معصية ومن كل خطيئة ليكون الأبيض لابس على أبيض، على قلب أبيض، وإلا لباس جميل وهناك حقد وحسد وبغضاء ما يقبل. الثاني إنك أتيت في دين المساواة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن حقوق الإنسان يوم عرفة، خطبته عشر دقائق قدم فيه عشر قضايا يقول لم يطرق في العالم مثلها. أولا تكلم عن وحدانية لله، تكلم عن حقوق الإنسان وأنهم سواسية، وأنكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى. تكلم عن حقوق المرأة بأبيهم صلى الله عليه وسلم، تكلم عن حفظ الدماء، تكلم عن الأعراض، تكلم عن المال العام، أسقط الربا، أسقط الجريمة بأشكالها من القتل والاستبداد وغير ذلك. تكلم عليه الصلاة والسلام عن حقوق الأمة، ودع العالمين عليه الصلاة والسلام، قال اللهم فاشهد. هذه الخطبة ارتجال صلى الله عليه وسلم، أصلا لا يقرأ ولا يكتب بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. العلوم التي في العالم بثها ترى من نبي أمي، وهذه المعجزة الكبرى، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك. الحاج المطلوب عنه أن يودع الحياة بهذه الحجة، لأنه قد يعود إلى دياره وقد امتلأ إيمانا وودع الحياة وارتحل إلى ربي، عسى أن تكون يعني خاتمة وغاسلة للذنوب والخطايا. منها أن يراجع وحدة المسلمين، أن نعرف أن نحن أسرة واحدة في الإسلام، مثل يقول الطنطاوي نحن جمعية كبرى، يعني فينا الفقير والصغير والكبير وكذا، فعلينا أنك تشعر أن هذا إخوانك، إنما المؤمن إخوة، هذا الإخاء الإيماني. الأمر الثالث يترك أثرا طيبا في المقدسات تشهد لك، إما بما تهدي، إما ببسمة، إما بصدقة، إما أنك تحن على فقير، أما تحن على مسكين. يا ما أجمل أن يأتي القوي فيعضد الفقير أو المسكين أو المحتاج أو الضعيف عند الجمرات أو في المزاحمة ويفسح له المجال، أو يأخذ بيده أو يساعده، لأن ديننا مبني على هذا. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حدث نفسك وأنت في المناسك أن أحب إنسان عند الله
وأجل الإنسان وأكرم الإنسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه قد مر في هذه المناسك. أنا أحدثك وحدث المشاهد عموما حدث المشاهد عموما بوقفات قصيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقفة يوم يحلق رأسه عند الجمرات، وقف الحجاج 120,000 ما حلق أحد ينظرون إليه. قال لي الحلاق معمر بن عبد الله: إذا حلقت نصف شعري هذا فأعطي أبا طلحة الأنصاري البطل، فإن صوته في الجيش يعدل 100 فارس، ونصف هذا قسمه بين الحجاج. هذا حديث صحيح. كاد الحجاج يقتتلوا هل يحصل واحد منهم على إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أتكلم عن الشرق والغرب. محمد هذا ترى برنارد شو الإنجليزي الراوي المشهور كتب كتابه مجلد اسمه محمد، موجود في الإنترنت الآن في التطبيق، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم المحبب وقف الناس لأنه سعادهم. صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا مشهد. أتى ينحر صلى الله عليه وسلم النوق، هي 100 ناقة يفدي بها أباه إسماعيل يفدي. أخذ الحرب صلى الله عليه وسلم قال بسم الله. تأتي النوق، يعني الإبل لما رأته وعلمت أنه رسول الله من الله، هذا عند ابن ماجه وفي المنطقة ابن تيمية بسند صحيح. أخذت تتسابق النوق أيتها ينحر أولا، تقدم نحرها الناقة، تقدم نحرها والناس ينظرون ويبكون ويشاهدون وتدمع عيونهم، وتتقدم هي بنحرها إلى محمد صلى الله عليه وسلم ينحر، فتسقط إلى النحر 63 توقف. هو ساق 100، لماذا؟ لأن عمره 63 صلى الله عليه وسلم سنة. في الأخير مشهد يقف في المنحر صلى الله عليه وسلم أو في يوم منى، اسمع النداء العالمي. أنا أكرره من خلال NBC للعالم كله، أنا أريد يسمعني كل هؤلاء، أنا أريد الذين سفكوا دماء الأمة من داعش ومن أمثاله ومن الخوارج يسمعوا هذا الخطاب من محمد صلى الله عليه وسلم. يوم هو يستشهد العالمين ويستشهد الدهر ويستشهد الأيام وهو محرم صلى الله عليه وسلم أمام العالم، يقول أي يوم من هذا؟ قال الصحابة سكتنا حتى ظن أنه يسميه غير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ أي بلد هذا؟ قال سكتنا ظننا سوف يسميه بغير اسمه. أليس البلد الحرام؟ أي شهر هذا؟ قال سكتنا ظننا غير يسميه. قال أليس الشهر الحرام؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إن رسالة الإخاء، رسالة السلم العالمي، رسالة حقن الدماء، رسالة حتى يقول ابن خلدون بن تيمي إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بحقن الدماء وحفظ النوع البشري والإخاء الإنساني وإعمار الأرض عليه الصلاة والسلام، يرسلها للعالم هكذا حفظ الدماء والأموال والأعراض. اللهم فاشهد. ختم صلى الله عليه وسلم حجته بهذا والناس يبكون أمامه ويعرفون أنه بعث لهداية الناس وحفظ الأرواح وحفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ حقوق الإنسان وحفظ حقوق المرأة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. والله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الواجب نأخذ من هذا من الحج الرحمة للعالم، ونصحح صورة الإسلام التي سوها بعض الجهلاء من المسلمين، ونقول الإسلام دين السلام العالمي والتعايش الإنساني. وفقنا الله وإياكم لحب يرضى، وجعلنا من أتباعه ومن أنصاره، وجعلنا رحمة للعالمين. Amen.